un point très très important qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent, c'est le fait que j'ai l'impression que le Maroc a la main aujourd'hui. Complètement. C'est-à-dire que c'est le Maroc qui dicte si, en effet, vous venez, mais la condition et impose ces conditions. Et là, on voit un changement quand même radical où ce pays, aujourd'hui, s'est assumé en tant que puissant. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو استفدت الجالية المقيمة في أوروبا ولا فرنسا من زيارة ديال ماكرون إلى المغرب؟ هادشي اللي غادي نشوفوه في هذا الفيديو هذا. واش كاين شي استفادة ولا اتفاقيات اللي يعني لا تمس بصلة على الجالية وعلى المغاربة اللي كاينين في الداخل؟ هادشي هذا غادي نشوفوه في هذا الفيديو، ولكن أولا خلينا نعمل لكم واحد الفيديو اللي غادي تشوفوا فيه بأن ماكرون جا المغرب وبزز منه. هذه هي الحاجة، هذا هو الجميل في الأمر، أنه ما جاش يعني الخاطر نقولوا بانه كما زار بلدان اخرى، وانما جاء بشروط المغرب. قوم عايز نشوف هذا الفيديو. Un point très très important qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent, c'est le fait que j'ai l'impression que le Maroc a la main aujourd'hui. Complètement. C'est-à-dire que c'est le Maroc qui dicte si, en effet, vous venez, mais la condition et impose ces conditions. Et là, on voit un changement quand même radical où ce pays, aujourd'hui, s'est assumé en tant que puissance économique, politique, diplomatique, qui a un rôle à jouer et qui impose ses conditions à d'autres, comme la France. Et moi, j'y vois là, en fait, la sorte de... Voilà, la conclusion de, c'est de la cela. Plus grande, la et bien sûr, et un autre irritant pour les Algériens, puisque l'irritant, ça ira... occidental est un irritant que, sur lequel les Algériens voilà, se reposaient, et puis dans le sens inverse. Voilà. Alors, on a qui nous entoure des... Et donc, je suis allé à la machine, il y a le clam, il صحافة فرنسية، صحفية اللي هي متمرسة في الصحافة وفي التحليل السياسي. ما نزيد نقول حتى شي حاجة على هذا الموضوع هذا، لأنه الآن راه مفهوم وموضح. نقطة أخرى مهمة جدا واللي هي غادي نهضر فيها، هو أن إسبانيا القنوات المرئية الإسبانية لم تذكر شيء على زيارة ماكرون للمغرب، رغم الاتفاقيات الكثيرة اللي عمل واللي هي تمس إسبانيا من ناحية الاقتصادية ولا كتدحس على إسبانيا في المغرب، وكذلك لم تتحدث على القنصلية ديال فرنسا اللي غادي تفتح في المغرب واللي تم في الصحراء المغربية واللي تم التأكيد ديالها. المكتوبة يكتبوا، ولكن المرئية عندك تيلي ثينكو اللي يعني قناة معروفة ديال الأخبار، ار تي او بي يعني ناسيونال إذاعة التلفزة الوطنية ديال إسبانيا. المهم نخليكم مع الفيديو وشوفوا معايا. هي هنايا هذه ار تي او بي، هذه القناة الوطنية الرسمية ديال إسبانيا. أنت المواضيع كتصدر على الفيضان، 47 دقيقة ساعة المكان نهضروا على الفيضان، فيضان موضوع آخر، موضوع آخر. ما كاينش الحس ديال انت 8 الساعات قبل 8 الساعات، يعني في 12 النهار كنا باقي ما هضروش على هذا الموضوع هذا، 20 ساعه باقي ما هضروش على هذا الموضوع هذا، 23 نهار انديه يعني وباقي ما هضروش على الزياره ديال ماكرون الى المغرب. هذه انتينا 3 نفس الشيء كيهضروا على الريخون ديال مدريد، على ديك دينونفيا اللي عملت ديك البنت، الموضوع اللي موراه كيهضروا على الناس اللي ماتوا، تقدم طبي، هنا كيهضروا على مارلاسكا، غراندي مارلاسكا، فيضان، نفس الشيء. باش ما نطولش ما نحط لكمش فيديوهات اخرين ديال القنوات اخرين، ولكن القنوات الخمس الرسميه ما هضروش على هذا الموضوع هذا بصفه نهائيه كما قلت، رغم انه عنده علاقه كبيره باسبانيا. الان غادي ندوزو للموضوع ديال الاتفاقيات اللي سنا المغرب مع فرنسا، وهنا في كيجي اشنو اللي استفدت الجاليه في فرنسا. 22 اتفاقيه كما كتشوفوا معنا هنايا، الاولى التزود بقطارات فائقه السرعه وعناصرها الداعمه، التعاون المالي في قطاع السكك الحديديه، مساعده بين المكتب الوطني للمغرب والسكك الحديديه، توريد معدات المهم كل ما عنده علاقه بالتي جي في، وهذه امور باينه لانه يعني فرنسا في هذا المجال هذا راه هي مشات بعيده في هذه الناحيه هذه. انشاء موقع للصيانه عاوتاني، مهم جدا مهم جدا، المغرب كيزيد يتالق في هذا المجال هذا اللي هو انشاء موقع للصيانه واصلاح محركات الطائرات. كنا كنعدلوا على البي اس ديال الطياره، دابا محركات الطائرات بين الحكومه المغربيه وشركه سفران، تفعيل عرض المغرب من اجل تطويع قطاع ديال الهيدروجين، يعني مشاريع كبيره ضخمه وفيها يعني ماشي شي حاجه اللي كتعاود يعني الجديد، يعني اصلا هذه المشاريع هذه المسائل هذه باقا جديده في العالم. هنايا انشاء شركه استراتيجيه للتعاون في مجال الطاقه والنقل، انشاء اليه للسرع الاستثمار،
نوايا لتعزيز التعاون في مجال الوقايه المدنيه، مكافحه الحرائق، 100 مليون قرض، صياغه برنامج لدعم استراتيجي كذا، التعاون الفلاحي. كنجري بالزربه باش نوصل لكم اللي مهم بالنسبه للناس اللي فرنسا. 14 اتفاقيه 14 اعلان نوايا نوايا فرنسي مغربي للتعاون في مجال التربيه بين عامي 2024 2026، ويشمل المساهمه في تدريس اللغه العربيه في فرنسا. هنا فين جميله القضيه، بحال في بلجيكا غادي يعني تدرس فرنسا في اللغه العربيه في المدارس ديالها، واعاده تنشيط الشراكات الاكاديميه. يعني هو التعاون في المجال الدراسي، وانا اللي مهم بزاف واللي بغيت نسطر عليه هنايا هو تدريس اللغه العربيه في فرنسا. يعني المغرب ماشي غير فرض الراي ديالو فيما يخص الداخل في المغرب يعني لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا ماليا، وانما حتى اللغه العربيه. من بعد ما المغاربه بداو كيهجروا اللغه الفرنسيه في وسط المغرب وبداو كيعتمدوا على الانجليزيه اكثر، الان يعني المغرب يفرض العربيه داخل فرنسا، وإيمانويل ماكرو في البرلمان راه جبد يعني المساهمه ديال المهاجرين المغاربه او حتى فرنسيين من اصل المغاربه داخل فرنسا. هنا التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مناسبه الابتكار يعني راه ديجا المغاربه راه هما الاولى في الابتكار في فرنسا، انشاء مركز بحث فرنسي مغربي ذو توجه افريقي، التعاون الثقافي، دعم هيكله منظومه الصناعه والابداعيه في مجال العاب الفيديو. داكشي ديال بلاي ستيشن راه هما الاولى، شراكه بين مجموعات المكتب الشريف للفوسفات، كيف لا يجي المغرب وما يدخلش في الفوسفات، تعزيز المنظومه الصناعيه المحليه، توسعات المرحله الثانيه من المزرعه الريحيه بتماره شمال المغرب، يعني الصناعه ديال الطاقة المتجددة، تطوير محطة للحاويات واستثمار بقيمة 258 مليون، مكافحة مشاريع مينائية ولوجستية مغربية أخرى. يعني بحال الميناء ديال طنجة اللي ما كانوش كيعطيوها القيمة في الأول، وصداق المغرب هو المستفيد الأول منه، وصداق كينافس الميناءات أو الميناء ديال كاديس اللي كاين في الجزيرة الخضراء وصداق كينافسو، فالآن هناك توسعة كذلك لميناء في يعني التعاون في مجال الميناء. اللي مهم هذا بالنسبه لي انا كواحد مقيم في الجاليه، اكيد انا المغاربه ديال الداخل غادي يستافدوا، ولكن بالنسبه لي القضيه ديال تدريس اللغه العربيه في فرنسا شي حاجه مهمه ومهمه بزاف. حتى هنا نكون وصلت لاخر ديال الفيديو ديالي، شكرا بزاف لحسن المتابعه كما دائما، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بلاتي إذا كنت وصلت حسن الأخر معنا راه عجبك الفيديو، فلما كنت يشي اشترك معنا باش يوصلك الجديد، وإلا كنت من الناس اللي متبع القناة دائما وكتفرج في الفيديوهات فكذلك معناه بأن راه كتعجبك القناة، فهذا معناه بأن خصك تعمل لايك وتخلي شي تعليق باش كتشجعوني وكنزيد نخدم أكثر وكنجيب أخبار اللي كتهم الجالية المقيمة في الخارج. دابا عادية، السلام عليكم.